اسمي سيف الحمادي وانا احد سفراء بالعلم المفكر، عمري 19 سنه، درست في ثانويه تكنولوجيا تطبيقيه في ابو ظبي، تخصص الهندسه الميكانيكيه. بدات فكره المحارب او فكره محارب لما كان في مشكله تواجه المناطق الحساسه والمناطق العسكريه والمناطق مثل المطارات بشكل عام. كيف ان الدرون او الدرونز اللي هي مش مصرحه او مش مسجله، فكيف ان هي تدخل المناطق هاي مثل المطارات وتسكر المجال الجوي، لان في اكثر عن شيء يترتب عن هذا الفعل اللي هو دخول المناطق الحساسه، مثل ان المجال الجوي يتسكر او ان المعلومات الامنيه او تتسرب من هذه المواقع. بالمشكله هذه فكرت ان كيف اقدر احلها عن طريق الدرونز، فكانت الفكره ان اللي هي طائره محارب تطلع طائره محارب وتلاحقها بحيث ان هي مثلا تشوش عليها او ان تاخذ الكنترول مالها وتوديها تبعدها عن المنطقه هذه. رده فعل عائلتي كانت ان شجعوني اكثر اني اكمل في هذا المجال، حتى ان كانوا يوفرون لي اشياء ان تساعدني اني اكمل في هذا المجال. من خلال زيارتي للمعارض اللي تغطيها المجالات في الدوله يعني، شفت ان في ابتكارات او مشاريع يعني مستوى عالي جدا، وحتى انها مستخدمه في الميادين العسكريه وميدان الحرب يعني بشكل عام، من درونز ومن انظمه ذاتيه ومن انظمه كثيره. فهالشيء خلاني اني اطمح اني اوصل لمستوى هالتكنولوجيا اللي موجوده وحتى انا اعلى ويكون باسم الامارات.